أنا سيف المصري، استشاري عقاري من شركة ريل سبيس. النهارده هتكلم معاكم عن مشروع فينشي لشركة مصر إيطاليا. طبعاً شركة مصر إيطاليا غنية عن التعريف، من المشروعات الكبيرة اللي هي عاملاها في الماركت الفترة اللي فاتت، سواء داخل العاصمة الإدارية أو في التجمع الخامس أو كمشاريع كوستل زي مشروع كاي السخنة. خلينا نتكلم سبيسيفيك النهارده عن المشروع بتاعي فينشي اللي هو موجود داخل الار 7 في العاصمه الاداريه الجديده. هو المشروع اصلا اللوكيشن بتاعه جنب جامعه كوفنتري البريطانيه، اوريدي اللي شغاله بقالها 3 سنين، فانا كده اوريدي جنبي مبدئيا الحاجه. لو انا بدور على جامعه تكون قريبه من الكومباوند فانا عندي اوريدي جامعه شغاله. كومباوند فينشي مبني على مساحه 110 فدان متقسمين ل 20% مباني فقط و 80% مساحات خضراء ولاندسكيب ووتر فيتشرز، ومساحات هايله في اللاندسكيب بتخلي ده يضمن لك كل الوحدات على فيو بتاعها هادي جدا. طبعا فينشي في مول تجاري بيضم اغلب البراندات العالميه، هو مول فينشي ستريت، في كلاب هاوس كله رياضات ملاعب بالكره القدم، وفي بادل وفي سله على اعلى مستوى. في كمان سكيورتي وامن واحراس على مدار الساعه، طبعا درجات تحت كل بيلدينج وكوميونتي سنتر مجهز باحدث الاجهزه. لو هنتكلم عن المساحات الموجوده بتاعه الشقق فهنتكلم في مساحات بتبدا من 133 متر لحد 813 متر جنب الداون هاوس والفيلا المستقله. طبعا المقدمات عندي بتبدا في البوسكو من 10% مقدم لحد 6 سنين، ده بالنسبه للحاجات الاستلام اللي هي قريب، وعندي 5% مقدم على 8 سنين لحاجات الاستلام 2026 و2027. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن كومباوند فينشي تقدر تتواصل معايا على الرقم الموجود في اسفل الشاشه. لو حابب تعرف عننا اكتر في شركه ريل سبيس هتتواصل معايا على اللينكات اللي على الديسكربشن. شكرا.